بعثت دائرة الجمارك مع نقابة وكلاء الملاحة الأردنية سبل تسهيل إجراءات التخليص والشحن البحري، وناقش الطرفان المعوقات التي تواجههم ومنها المصاريف التي تترتب على الوكيل البحري عند معاينة الحاويات والمسؤول عنها، والحجز الجمركي على البضائع وتوضيح ما يترتب على الوكيل البحري من أعباء قانونية في حالة عدم تطابق موجودات الحاوية مع الواقع وتعريضه إلى الأمور القانونية ومنع السفر. وأكد نقيب نقابة ملاحة الأردن المهندس بسام الجازي أهمية التواصل مع دائرة الجمارك لتدليل العقبات التي تعترض قطاع الملاحة البحرية بما يساهم بنمو الاقتصاد الوطني. هناك مشاكل لديهم تتعلق ببعض الخلافات على الغرامات الجمركية، حلها سيكون سهلا، وسنقوم بجميع التوصيات التي تم الخروج بها في هذا الاجتماع. أيضا هناك بعض الحاويات التي تبقى في ميناء الحاويات، هناك بعض الصعوبات في إدخالها إلى المملكة تتعلق بأنها مخالفة للمواصفات، أيضا مرفوض دخولها إلى المملكة، وفي هذه الحالة التاجر لا يقوم بإعادة تصديرها أو التصرف بها، تبقى عالقة في الميناء. سنضع بعض الحلول إما لبيعها في المزاد العلني للتصدير أو لإتلافها أو لإخراجها بطرق مختلفة، حيث أننا كما تعلمين نعاني من ضيق المساحات المتوفرة في جمرك عمان، ولا يمكن نقلها إلى جمرك عمان، وتبقى المشكلة قائمة لحين وجود حلول جذرية واستراتيجية لمثل هذه.